صاحب الرسام بعت لي بيقول لقد دأبت في الآونة الأخيرة دأبت في الآونة الأخيرة بعض مراكز الكمبيوتر المتواجدة بالكنائس في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات بالقيام تحت شعار خدمة بنسخ أسطوانات الكمبيوتر المبرمجة سي دي بالمترجم. مش من حقك أو من حق أي حد أن يعمل نسخ للمجهود قامت به إحدى الكنائس أو المترميات ويبيعه حتى لو كان رخيص. حق التأليف وحق النشر محفوظ للشخص اللي عمل مهما كان، مش من حقك. يعني تجهيز السي دي أو تجهيز أي أسطوانة بياخد مجهود كبير جدا على بال ما يطلعوها. تروح انت واخدت وعملها بثمن رخيص تبقى ضيعت المجهود اللي تعبوا فيه، مش صح. دي تعتبر سرقات في محيط النشر. تفتكرش السرقة هي سرقة فلوس بس؟ لا، سرقة الفكر وسرقة النشر برضو سرقة.